إذن متابعينا الأعزاء مشاهدينا الكرام، ينطلق الآن الشوط السادس كأس المغفور له إن شاء الله. راشد مبارك الشافي والانطلاقة والمركز الأول مع سبع من الجياد القوية: أرتسن إير، جالكسي، توريو كرار، مارك ستاين، بيربريج بيريجي. الانطلاقة والمركز الأول نشاهدها مع إيتوريو في انطلاقة قوية اليوم. إيتوريو على المركز الأول وعلى الصدارة. إيتوريو المركز الثاني، بيرل بريدج على المركز الثاني الآن، المركز الثالث بيريجي في تقدم الآن، بيريجي لخليفة بن شعيل الكواري. المركز الرابع عندنا جالكسي لخالد ناصر النعيمي، خامسا عندنا اللي هو مارك ستاين حسن عين العبد الملك. التحركات من الجهة الداخلية لأرتسن إير، وعندنا أخيرا وليس آخرا المرشح الأول اللي هو كرار أحد الجال القوية، ملك مهند جاسم الياقوت. يبدأ الآن بالتقدم ويبدأ بالتغيير، عودة للصدارة وعودة للمركز الأول. الصدارة لا تزال الآن مع إيتوريو لخليفة بن شعيل الكواري في تحرك قوي الآن. إيتوريو لخليفة بن شعيل الكواري، جي بي جامبير اليوم، بيرل بريدج في المركز الثاني في تقدم، المركز الثالث بيريجي في تقدم الآن بيريجي. والتحركات الآن مع رقم أربعة عندنا اللي هو كرار المرشح الأول الآن، كرار على المركز الرابع في تقدم الآن كرار، يبدأ بالتحرك ويبدأ بالإعاز. الصدارة والمركز الأول لا تزال مع إيتوريو، جي بي جامبير على الصدارة وعلى المركز الأول. القادم كرار المرشح، يتقدم الآن كرار، الخط المستقيم باتجاه خط النهاية. الجواد كرار قادم، الصدارة والمركز الأول مع إيتوريو. من سيكون الفائز بكأس المغفور له إن شاء الله؟ مبارك الشافي. الصدارة والمركز الأول مع الجواد، إيتوريو على المركز الأول، ولكن كرار قادم، المرشح كرار قادم، يتقدم كرار الآن. إيتوريو في المركز الأول يحاول، ولكن كرار يغير، كرار الآن يخطف الصدارة ويخطف المركز الأول. كرار مهند الياقوت المركز الثاني مع إيتوريو، مارك ستاين في المركز الثالث، كرار إلى المركز الأول وإلى الصدارة. كرار متابعينا الأعزاء مشاهدينا الكرام على الصدارة. إذن هنا النتيجة النهائية، المركز الأول رقم أربعة كرار مهند جاسم الياقوت، تهانينا وألف مبروك. المركز الثاني رقم خمسة مارك ستاين حسن عائل عبد الملك. المركز الثالث رقم ثلاثة إيتوريو خليفة مشعل الكواري. المركز الرابع رقم سبعة عندنا اللي هو بيريجي لخليفة مشعل الكواري. والمركز الخامس رقم اثنين جالكسي خالد ناصر النعيمي. تهانينا وألف مبروك للفائزين، لسيد مهند الياقوت أبو جاسم تستاهل. تهانينا وألف مبروك أيضا لهادي الرمزاني ومحمد ناصر الرمزاني والربع والجماعة جميع، ونتمنى لهم كل خير إن شاء الله، ونستكمل معكم مجريات هذا السباق والشوط الختامي لهذه الأمسية كأس رأس زفان للخيل المهجنة الأصيلة، الإنتاج محلي. نرحب بأسادة أبناء المغفور له راشد مبارك آل شافي الذين سيقومون بتتويج الفائزين في هذا الشوط. السيد راشد آل شافي يتوج الخيال الفائز في هذا الشوط البرتو سنة، ألف مبروك. ويتفضل السيد عبد الله راشد آل شافي لتتويج المدرب في هذا الشوط محمد ناصر الرمزاني، ألف مبروك الفوز. يتفضل السيد ناصر مبارك آل شافي لتتويج المالك مهند جاسم الياقوت، ألف مبروك الفوز بكأس المغفور له راشد مبارك آل شافي للخيل المهجنة الأصيلة. صورة مميزة للفائزين في هذا الشوط. نرحب مرة ثانية بالسادة أبناء المغفور له راشد مبارك آل شافي وشقيق المغفور له ناصر مبارك آل شافي. صورة جماعية مميزة للفائزين بهذا الشوط، وصورة للخيل كرار والبرتو سنة الفائز بكأس المغفور له راشد مبارك آل شافي للخيل المهجنة الأصيلة. Thank you.
ألف مبروك للفائزين بكأس المغفور له راشد مبارك آل شافي للخيل المهجنة الأصيلة في الشوط السادس مسافة 1800 متر. انتظرونا في الشوط السابع.